السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عم الحاج، عافاك الأب ديالي تمات في شعبان بحادثة، بغيتك عافاك دير ليه الدعاء الله يرحم الوالدين. إنا لله وإنا إليه راجعون. والوالدة ديالي بالصبر بارح. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وقلبي قطع. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. لا فاطمة، كيفاش وقع بنتي؟ كيفاش وقع؟ مشى للسوق بالموتور ضربت الكاميو. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا إله إلا الله. صدمة كبيرة بنتي. صدمة. الله يرحم الوالدين ديالي الدعاء. يا ربي يا بنتي. عندي وليدة صغار ودائما وليدتي الله يرحم الوالدين والأم ديالي وخوتي بالصبر. رحم الوالدين. الله يخليك وليداتك. يا رحمن يا رحيم يا بنتي. واخا بنتي فاطمة، عظم الله أجركم، عظم الله أجركم. وبنتي فاطمة هادشي اللي وقع من قدر الله. لا إله إلا الله. الله يسكم الصبر. الله يسكم الصبر، صبر الأنبياء وصبر المرسلين. أمين. إنني. لا إله إلا الله. العفو بنتي، العفو بنتي. هذا أمر الله سبحانه وتعالى. حوادث السير أيها الأحبة الكرام ينبغي أننا نحتاط كثيرا، لأن السير هو أمانة ومسؤولية، ونحن نسير لابد أن الإنسان يكون عنده الكفاية من النوم. شحال واحد ربما يسوق سيارته وهو ربما عنده نقصان في النوم، لابد أن أخذ قبل ما نركب السيارة ديالي يكون عندي كفاية من النوم، ويكون دائما الإنسان أنه يراقب الفراميل دياله، يراقب المحرك، يراقب الأمور ديال الهيكل ديال السيارة، لأن مسؤولية السيارة هي غير عاقلة، هي حسب ظروفها. الإنسان دائما يدير الصيانة التامة. ثم ملي يبغي يركب الإنسان في السيارة ديالو دائما شاحنة أو غيرها، يذكر دعاء الركوب. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. بسم الله مجراها ومغشاها، إن ربي لغفور رحيم. دائما اكثر من الدعاء، ومرة يشغل القرآن الكريم في السيارة دياله، يشغل كلام الله تعالى باش تكون الحماية وتكون البركة ويكون التأمين. لالا فاطمة، دابا هذا الشيء اللي وقع هذا أمر الله تعالى بنتي، وخا نحلل ونناقش نقول بأن هذا قضاء وقدر مبرم من السماء. قوتي لا كيف قدر، ربك سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الأقدار. كل واحد فينا ربي يكتب ليه متى سوف يقبض وكيف سوف يموت وأين سوف يموت. الزمان والمكان والكيفية راه مكتوبة وتنفذ، ولكن الله تعالى يخفيها عنا. هذا أمر الله سبحانه وتعالى. ولكن البشارة أن هذا الموت ديال البغتة راه يكتب مع الشهداء، لأن الشهداء منهم من سقط من عالم من جبل أو مكان مرتفع، والغريق الذي غرق في البحر أو في اليمن، والمرأة عند الوضع، وكل هؤلاء اللي كتجيهم الموتى على بغتة يسمون شهداء. حوادث السير أيضا كتدخل، والمطعون الذي أصابه طاعون والعياذ بالله ومات به، هذا كلهم يسمون من الشهداء. والشهيد ربنا سبحانه وتعالى يعطيه كرامات، أنه لا يشعر بألم الموت إلا بما يشعر به بوخز الإبرة. لا يشعر بمعنى الموت، فيها إن للموت لسكرات شديدة جدا، ولكن هذا الشهيد ربك يعطيه واحد غير بحال الوخزة. وربي عز وجل لا يعفيه من سؤال الملكين في القبر، لا يسأله الملكان من ربك، ما دينك، فما قولك في الذي بعث فيكم. والشهيد يدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، ويعطي الله مقام الشفاعة، يشفع في 70 من أهل بيته استوجبوا النار. لعل الوالد ديالك بغاليه الله تعالى هذه الكرامة، نسأل الله جل جلاله أن يرحمه رحمة واسعة. اللهم يا رب اجعل قبره روضا من رياض الجنة، اللهم اجعل قبره مزارا للملائكة، اللهم اجعل قبره روح وريحان وجنة نعيم. اللهم يا رب ارزق أهله الصبر والسلوان، ارزقهم صبر الأنبياء وصبر المرسلين وصبر الأولياء المقربين. وإن لله وإن إليه راجعون.
راجعون. اللهم ارحم جميع أمواتنا وأموات المسلمين، وألحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين، إنك سميع قريب مجيب. آمين آمين يا أكرم الأكرمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.